السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم تمارين القسم 3-11 الطيف الكهرومغناطيسي، مدونة لفيزياء الإمارات لهذا العام والأعوام الماضية، مذاكرة الفيزياء التراكمية أي كل درس بيومه. جيب ورقة وقلم وتابع معي الحل خطوة بخطوة، وجيب ورقة الـA4 الكاتب فيها المعادلات الخاصة بالوحدة 11 اللي أنت جهزتها كل درس بدرسه. هوائي هاتف خليوي عبارة عن ساق مستقيم بطول 8 سنتيمتر. احسب تردد تشغيل الإشارة من هذا الهاتف بافتراض أن طول الهوائي يساوي ربع طول الموجة. الهوائي طوله L ويساوي لمدة على 4، يعني لمدة حتساوي 4 L. بدنا F، نجيب معادلة سرعة الموجة. سي وتساوي السرعة تساوي المسافة على الزمن. مثل ما ذكرت بالمسائل السابقة بتحفظ معادلة سرعة انتشار الموجة بهذه الصورة. السرعة تساوي المسافة على الزمن. المسافة هي طول الموجة والزمن هي الزمن الدوري. التردد مقلوب الزمن الدوري. هو شو طالب؟ التردد. إذا F وتساوي C على لمدة. سي 3×10^8 متر لكل ثانية، ولمدة كام؟ نجيبها من هون 4L، L هي 8×10^2 متر. بهذا الشكل بتعود، يعني هذه المسألة اختيار من متعدد فقط. وفي رعاية الله، ولا تنسونا من الدعاء.